الحكومتي. مجلس النواب يجدد الثقة في الحبيب المالكي رئيسا بأغلبية 245 صوتا من أصل 290 صوتا معبرا عنها، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة للمجلس. وتقدم الحبيب المالكي مرشحا وحيدا لقيادة ما تبقى من الولاية التشريعية 2016-2021 تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليها في المواد 24، 25، 26. الخريطة الانتخابية إذا صح التعبير لمجلس النواب أكدت توجه نحو توافق متقدم جدا، وهذا مرتبط بالمنهجية التي اعتمدناها من خلال إشراك كل الأجهزة في إطار احترام النظام الداخلي وضوابط المؤسسة التشريعية، والحرص على توفير كل الشروط لإيجاد حلول توافقية، لأننا نعيش مرحلة حساسة بارتباط مع تقلبات المحيط الإقليمي والمحيط الدولي. وحصل الحبيب المالكي على أصوات أحزاب من الأغلبية والمعارضة، بينما بلغ عدد الأصوات البيضاء 18 والملغاة 14 والفارغة 13، فيما اختار حزب الاستقلال الامتناع عن التصويت على المرشح الوحيد. وبموازاة إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب، خصص مجلس المستشارين جلسة عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018-2019 في ظل تحديات تشريعية كبيرة. هذه الدورة ستعكف مبدئيا على مناقشة مشاريع القوانين اللي كانت مدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية اللي دعت لها الحكومة، والتي للظروف اللي كتعرفوا لم يتم يعني اختتامها. ومن بين هذه المشاريع مشروع القانون اللي طالما انتظره المغاربة، المتعلق بالقانون الإطار المرتبط بالتربية والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة لمشروع القانون المتعلق بالأراضي السلالية. لكن بالإضافة إلى هذا الشيء كاين رهانات كبيرة جدا منتظرة من هذه الدورة، لأن هذه الدورة من بين مميزاتها أنه هتكون فيها الحصيلة ديال منتصف الولاية. إذن نحن مقبلون على لحظة قوية من لحظات مراقبة أداء حكومة بعد استكمال منتصف ولايتها. ويأتي افتتاح الدورة الثانية بعد دورة برلمانية استثنائية انتهت بالمصادقة على مشروع قانون وحيد من أصل 5 عرضت على المناقشة. ويعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة. يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.